الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة المرحلة الأولى والثانية. وأكد الدكتور رضا حجازي أن هذا المشروع يأتي في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدعم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث تم في المرحلة الأولى تسليم إجمالي 2392 مشروع بعدد 14940 فصل ما بين مشروعات إنشاء ومشروعات صيانة وتطوير. وبالنسبة للخطة المقترحة للمرحلة الثانية شملت عرض المشروعات الجاري تجهيزها، وتشمل إجمالي 669 مشروع بعدد 9267 فصل، فضلا عن استمرار استيفاء مستندات 192 مشروع بعدد 3298 فصل. الأرقام كبيرة وأكيد طبعا بنطمح في المزيد، ولكن حياة كريمة يعني من بدايتها وإطلاقها السيد الرئيس فتحي السيسي في يناير 2019 رفعت شعار الإنسان أولا. بنتكلم على تطوير 4584 قرية في 1520 مركز في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بيزيد المستفيدين منها عن 60 مليون مواطن، وطبعا التكلفة بالمليارات. أستاذ علي، أستاذ علي، واحدة من أهداف حياة كريمة رفع كفاءة الأبنية التعليمية، أهمية هذا الأمر في تطوير والنهوض بالتعليم في مصر بشكل عام. هو في الحقيقة دعينا نعترف بأن كان في أمر سلبي عانينا منه لعقود ماضية، وهو أن كثيرا من القرى والنجوع في لدى أهالينا في صعيد مصر أو أيضا في الوجه البحري، وكان الاهتمام الكبير جدا وحتى المنشآت التعليمية الجديدة كلها في نطاق القاهرة الكبرى أو عواصم بعض المحافظات. الآن مشروعات التنمية تشمل ربوع مصر، كل مصر، وعبر مشروع حياة كريمة الآن لا توجد أي قرية إلا وبداخلها أو بالقرب التام منها مدرسة، مدارس متعددة مش مدرسة، يعني إلى جوارهم مدرسة ثانوية عامة، ثانوية صناعية، ثانوية تجارية. كان الأول بيقطعوا مسافات كبيرة، متعددة، كان يقطع 10 كيلو و12 كيلو عشان يروح، قد يدفع ببعض الأسر إنها تخاف على بنتها أو ابنها إنه يروح ويتعلم. أصبحت النهاردة المنشآت التعليمية قريبة من كل قرية، ليس هذا فقط ولكن إلى جوارها مركز شباب، إلى جوارها مسجد وكنيسة، إلى جوارها خدمة صحية متميزة للكشف المبكر عن الأورام، لخدمات صحية للأطفال، لكبار السن، قلنا مراكز الشباب طبعاً، قلناها، قلنا دور الثقافة أيضاً. فإذا كل ده برضو في النهاية بيصب في شيء واحد، وهو المواطن الذي هو المحور الأساسي لاهتمام الدولة واهتمام الحكومة. التنمية حق لكل مواطن على أرض مصر تصل إليه حيثما يتواجد. يعني بالتنمية إن شاء الله هتكون بلدنا أفضل وليها مستقبل كبير بإذن الله. أستاذ علي، إحنا مهتمين والدولة المصرية مهتمة بالداخل، ولا ننسى الشقيقة والقضية الفلسطينية التي طالما مصر الحقيقة يعني اعتبرتها قضية القضايا كما وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهناك تصريحات هامة هننتقل ليها دلوقتي مع حضرتك والسادة المشاهدين لسيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية. ننتقل للشأن الفلسطيني.